الله أكبر الله أكبر. حي أخوتنا الشهداء. أيوة مدينة الزاوية، ثوار الزاوية 17 فبراير. قمنا بمعرض بميدان الشهداء بعمارة كانت بخرابة تابعة الطاغية. طبعا تو معاش الطاغية 17 فبراير، وكانت الدور الأول نظمناه ودرنا فيها معرض للشهداء 17 فبراير. توا طبعا الاسم جمال البدري الصغير في عيدبوك، المشرف اللجنة المهدي عجينة، واللي ماسك الصالة طبعا رمضان ومحمود العريفي ومحمود أو وعمار عمار الأشقر محمد بن عيسى. الشهداء هذه الشهداء عندنا 200 شهيد تو اللي كانت الصورة بتاعهم في وسط المعرض. عندنا الأسلحة هي هذه جاية من ثوار 17 فبراير، مشاركين معنا في تشجيع المعرض على الشهداء. وفي حاجات نمشي نجيبوا فيها احنا من جهات معينه، معناها زي ما تقول في 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 احداث في مدينه الزاويه، في مدخل الزاويه، في جنوب يسار يمين، كلها نمشي نجيبوا اي حاجه نصرفوا فيها نجيبها اي حاجه. معاونين بارك الله فيك.
خليك انت.